السلام عليكم متابعينا وفيديو جديد. النهاردة زي ما احنا شايفين هنتكلم على الشلاجيت، واتكلمنا عنه فيديو على القناة، اتمنى تشوفوه في معلومات مفيدة عنه. والنهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن الفوائد الصحية ولرفع المناعة واهميته للصيام بالنسبة لشهر رمضان. الفيديو بتاعنا قبل ما ندخل فيه أتمنى ما تنسوش دعمكم لنا بالاشتراك في القناة ودعمكم لنا باللايك، واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يعمل جولة سريعة على محتوى القناة. بنقدم سلسلة من الفواكه والخضروات الغريبة جدا من حول العالم ستنال إعجابكم، وكمان معلومات مفيدة جدا عنها. هندخل على الفيديو بتاعنا وهنتكلم على الشيلاجيت. زي ما احنا شايفين اسمه جولدن شيلاجيت، هو من الحاجات المذهلة جدا ومسمينها معجزة الشفاء، الأول مرة يسمع عنها. مادة سبحان الله، مادة طبيعية ما فيهاش أي مواد صناعية، جايبينها من بين الصخور في جبال الهيمالايا وبيسموها الذهب الأسود. الشلاجيت ده بيستخرجوه أو بيجيبوه عن طريق إن هم بيقشطوه بالإيد من بين الصخور، وسبحان الله من المواد اللي لحد دلوقتي لم يثبت لها أي آثار جانبية. مادة الشلاجيت زي ما قلنا مادة طبيعية، وسبحان الله زي ما قلنا معجزة الشفاء وبتعالج العديد من الأمراض. هنتكلم على المواد الموجودة في الشلاجيت وازاي بتنفع في الصيام وازاي مفيدة. أول حاجة، الشلاجيت فيها العديد من العناصر والفيتامينات، حوالي 85% لوحده من المعادن، يحتوي على كمية رهيبة حوالي 85% من المعادن، وكمان يحتوي على كمية عديدة من الفيتامينات. كمان فيه هو غني بحمض الفوليك أسيد، وحمض الفوليك أسيد ده فيه بنسبة عالية، وهو الحمض اللي بيساعد على امتصاص المواد الغذائية جوه الجسم. وكمان غني بحمض الفلوفيك أسيد، وده بينظم الجسم من السموم وينظفه من السموم وبيقوي ويغذي الجسم. كمان مادة الشلاجيت دي مضادة، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة ديت بتحمي الجسم من تلف الخلايا وبتحمي الجسم من أمراض زي أمراض السرطان. وكمان المفيد كمان عنه إن هو بيحارب الجسم، بيحارب الشيخوخة، وطبعا بيزيل التجاعيد اللي موجودة في الجسم. وهننزل إن شاء الله وصفة طبيعية للشلاجيت، ممكن تلاقوها في الفيديو السابق عن إزاي بيعتني بالبشرة ببشرة الجسم. المفيد بقى في الشلاجيت بتاعنا ان هو بيمد الجسم وبيزود من مناعة الجسم، لانه بيمد الجسم وبيمد طاقة عالية للميكروفاج. وكمان لو ضفنا الشلاجيت للعديد من السلطات والاكلات بتاعتنا مفيد جدا لرفع مناعة الجسم. وكمان الشلاجيت بيقلل من حساسية الجسم، وطبعا مفيد جدا للمعدة. ازاي مفيد للمعدة؟ ان هو بيظبط الحمض المعدة وبيعالج القرحة وبيعالج امراض المعدة المختلفة. وكمان من ضمن فوائد الشلاجيت المهمة جدا لمرضى السكر ان هو بيقلل من مستوى السكر في الدم وبيقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، وبيزود نسبة الكوليسترول النافع بنسبة عالية جدا سبحان الله. وده طبعا قلنا زي عشان ده كله عشان هو بيرفع مناعة الجسم، وده لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، فوسفور، زنك، العديد من الفيتامينات كمان زي فيتامين ألف، فيتامين ب، فيتامين ج، نسبة عالية سبحان الله من الفيتامينات والمعادن. فعشان كده هو بيقلل من مستوى السكر في الدم وبيقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، وكمان بيظبط ضغط الدم، وطبعا قلنا وده بسبب زيادة مناعة الجسم. كمان الشلاجيت بيحتوي على مادة الدوبامين، مادة الدوبامين دي بتخلي الإنسان في حالة من الريلاكسيشن، وبتخلي المود بتاع الإنسان موده كويس. كمان الشلاجيت بينظم الجسم وبيقلل الإجهاد. وكمان الحاجة المهمة طبعا عشان الصيام إن هو بينشط من الدورة الدموية للجسم، وبيدي للجسم طاقة وباور وقدرة على القيام بالعديد من الأعمال سبحان الله، دليل على أهميته. وطبعا زي ما قلنا تنشيط الدورة الدموية بتدي للإنسان طاقة ومفيد مع الصيام. ومادة الشلاجيت ممكن نلاقيها، لو ما لقيناش المادة اللي حضراتكم شايفينها ديت ممكن نلاقيها في الصيدليات الكبيرة وبإذن الله نلاقيها. وكمان مادة لو ما لقيناش الشلاجيت ممكن نجيب حاجة اسمها مية الفلوفيك أسيد، دي بتحتوي على برضو نسبة عالية من العناصر. وده كان الفيديو بتاعنا عن الشلاجيت، مادة سبحان الله مادة طبيعية ملهاش أي آثار جانبية ومفيدة جدا للجسم، مسمينها معجزة الشفاء.
الحقيقة الريحة بتاعة الشلاجيت ريحة قوية جدا، ممكن تكون مش مستحبة لبعض الناس، ولكنها طبعا بناء على ان هي طبعا فوائدها الصحية عالية، فالناس طبعا بتتغاضى عن ريحتها وبتاخدها. تضاف مادة الشلاجيت على حوالي نص كوباية من المية ومنذوبها، وبتتاخد الصبح على الريق. وطبعا فيها ليها وصفة كمان للبشرة، اولا كمان الشلاجيت زي ما احنا شايفين يشبه الاطران، والاطران ده طبعا مادة كده هوت ممكن حد يبيعه على انه يبيع مادة سودة بنفس اللون ده على انه شلاجيت، ولكنه مش شلاجيت، ولكن طبعا زي ما قلنا هو كمان من المواد المفيدة زي ما شفنا. كمان هو وصفة للبشرة، بيدخلوه من ضمن مستحضرات التجميل بالنسبة للبشرة، ممكن لأي ست طبعا لأي ست أو لأي حد بيعتني ببشرته ممكن يضيف معلقة أو نص معلقة من الشلاجيت عليها حوالي معلقتين من مية الزهر، ويدوبهم ويحطهم على البشرة ويسيبهم حوالي 10 دقايق، وبعد كده يغسل وشه، بتدي نضارة قوية للبشرة. وده كان فيديو سريع عن الشلاجيت وأهميته للصيام والفوائد الصحية ليه. أتمنى يكون الفيديو مستفاد ليكم، وأتمنى ما تنسوش دعمكم لينا والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.